أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة في لقاء خاص مع التلفزيون المصري على مواصلة العمل بكافة المشروعات الخدمية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ. يأتي ذلك في إطار دعم جهود استضافة شرم الشيخ لمؤتمر COP27 لتغير المناخ في نوفمبر المقبل. نقدر نقول إن احنا قطعنا شوط يعني 50% من المطلوب إعداده وتجهيزه لجعل مدينة شرم الشيخ أيقونة السياحة والبيئة وشرم الشيخ الخضراء. قطعنا دور كبير جدا، شغلنا يعني فعلا بمعدل 18 ساعة في اليوم، أو إن شاء الله الكلام ده أنا بحس العمال والموظفين اللي عندي والعاملون هنا في المحافظة على يعني يدوا أكتر الفترة الجاية إن شاء الله. ده برا من 1/6 هنخش مرحلة جديدة.